السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. كشف سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد عن استكمال إعداد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال رعاية الوزير افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا، حيث أكد الوزير أن الخطة الوطنية الجديدة تشمل أهدافا قوية من شأنها أن تعزز من موقع مملكة البحرين في التصنيفات العالمية على صعيد تقنية المعلومات. كما أكد الوزير أن الرؤية الحكومية للقطاع تكمن في أن تكون البحرين مملكة ذكية لتعزيز النمو المستدام والانتقال إلى آفاق أرحب من النهضة الرقمية. إن شاء الله بإذن الله أن نحاول نسوي شبكة نطاق شبكة NBN اللي هو National Broadband Network في البحرين، تصل إلى كل بيت في البحرين وكل مؤسسة تجارية في البحرين، بحيث أن يكون كلهم متواصلين بشبكة واحدة بأعلى سرعة تأهلهم وتساعدهم على استخدام أي برنامج وأي أبليكيشن يحتاجونه بأعلى مستوى. إن شاء الله إحنا هذه كل هذه الإنجازات راح تضع لنا مسؤوليات أكبر، نحن نشتغل أكثر مع القطاع الخاص والقطاع والمؤسسات الحكومية على أساس أن نحافظ على موقعنا هذه في الصدارة.